يرويها أصحابها وفي قسمات الوجوه تداخل الحلو والمر، يرددونه بمختلف الوسائل والوسائط أن لا معنى للاستسلام والقبول بالهزيمة. ليس الدرب سالكا يؤكد هؤلاء، ثمة مواجهة حتمية حاسمة مع الإرهاب في الأذهان والعقول قبل الكر والفر في ميادين الوغى. ومن مصر إلى السودان، من شرم الشيخ إلى الخرطوم، هنا بالقصر الرئاسي أعطى الرئيسان محمد العبد العزيز وعمر حسن البشير إشارة انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة الموريتانية السودانية. الحدث شكل سانحة لاستعراض الحصيلة واستشراف الآفاق. وإلى أم درمان التي عرفت الشناقطة وعرفوها. هذا هو مدخل صافات. تأسست المجموعة المتخصصة في صناعة الطيران سنة 40 بعد 2000، وصنعت أول طائرة صافات 01 سنة 90 بعد 2000. تؤدي صافات أدوارا تنموية إضافية من قبل الرش الزراعي وخدمات النقل والتدريب الأكاديمي المتخصص، وهي نموذج يستوقف الزائر القادمة من بلد يثلج صدره رخاء ورفاه أرض الأشقاء. اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لأخي وصديقي عمر أحمد حسن البشير، وللسودان شعبا وحكومة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي عودونا عليها. العلاقات السودانية الموريتانية علاقات متميزة، وهذه الزيارة تعطيها إن شاء الله دفع أكثر وترسيخ وتطوير العلاقات اللي هي تخدم الشعبين والدولتين إن شاء الله. في تواجدي هنا زرت المصنع، وأنا فخور بهذا المصنع، المصنع لتصنيع الطائرات وصيانة الطائرات في البلد العربي، ونشجع جميع القائمين عليه، ونرجو مستقبلا أن تكون علاقات خاصة بين القائمين على المصنع وبعض الجهات المعنية إن شاء الله في موريتانيا. حديث الضيف بشأن أواصر القربى وآفاق التعاون أحيا على لسان المضيف أوجه صلات ونماذج ذكريات. الكل يعلم أن العلاقات السودانية الموريتانية علاقات متجذرة قديمة، هي ارتباط وثيق بين السودان وموريتانيا، باعتبار أن كان هو المعبر لحجاج غرب أفريقيا وخاصة من بلاد شنقيط. ونحن نقول لعلماء شنقيط أثر كبير جدا في السودان، وله فضل كبير جدا على أهل السودان في كثير من العلوم خاصة العلوم الفقهية. نحن السودان، أهل السودان يسود هنا عندهم المذهب المالكي، والمذهب المالكي هو جانب من غرب الغرب العربي، المغرب العربي، من موريتانيا ومن تمبوكتو ومن بلاد المغرب. لأنه نحن نجد أن المذاهب السائدة في الدول الحولنا هي الحنفية والشافعية والحنبلية. أيضا القراءات القرآن السائدة عندنا كانت هي الورش والدوري، ونجد أنه في الدول حوالينا هي رواية حفص، ورواية حفص دخلت إلى السودان بعد الحكم التركي. فدي كلها يعني تودي الآثار. هنالك العديد من الأسر الارتبطت، وهنالك كثير من أسر التي مرتبطة بالشنقيطي، ويكفي أنه أطول شارع في مدينة درمان هو شارع الشنقيطي، وأول رئيس لبرلمان السودان هي الجمعية التأسيسية هو محمد صالح الشنقيطي.
زيارة توجت بتوقيع الطرفين على محاضر تفاهم طالت الخدمات الجوية والإسكان والعمران والتدريب المهني والتعاون الشرطي والتخطيط الاستراتيجي والشغل والإدارة والمياه والصرف الصحي والمعادن والموانئ البحرية وصناعة السكر. ولم يخفي الطرفان الثقة والارتياح عند استعراض واقع الحصيلة واستشراف المستقبل. عقدت الجمعية الوطنية اليوم جلسة علنية برئاسة السيد محمد اللبيلي لرئيس الجمعية، وخصصت هذه الجلسة للاستماع لردود وزير التهذيب الوطني على سؤال شفهية حول واقع المنظومة التعليمية في البلد والإجراءات التي تتخذها الحكومة للنهوض بها. جلسة جديدة على مستوى الجمعية الوطنية تحت رئاسة رئيسها النائب محمد البويليل. الجلسة خصصت لسؤال شفوي قدمه النائب محمد فالو العيسى لوزير التهذيب الوطني السيد سلمو أرسد المختار، ويتعلق السؤال المذكور بطبيعة الإجراءات والآليات المتخذة للنهوض بقطاع التعليم باعتباره عاملا مهما في التنمية. وزير التهذيب الوطني سلمو أرسد المختار وفي رده على هذا السؤال قال إن الحكومة عملت من أجل الرفع من نوعية التعليم وتوسيع العرض المدرسي وتحسين قيادة النظام لتوفير مناخ ملائم لتزويد التلميذ بالعلوم والمعارف اللازمة لمواكبة ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في مختلف المجالات. الوزير أضاف كذلك أن الاستراتيجية المتبعة منذ عام 2015 تعمل بشكل أساسي على زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الولوج والنوعية. وزير التهذيب الوطني قال كذلك إن الإنجازات التي تحققت في القطاع شملت مختلف الجوانب بدءا بالبنية التحتية وانتهاءا بتوفير المعدات والمستلزمات الضرورية لإنجاح العملية التربوية على عموم التراب الوطني. مداخلة النواب في هذه الجلسة تطرقت لواقع التعليم في البلد مثمنين مستوى التحسن الذي شهده مؤخرا تماشيا مع الإصلاحات التي قيم بها لتحسين أداء القطاع، وطالب السادة النواب الحكومة بتسوية المشاكل التي تواجه قطاع التعليم سواء فيما يتعلق بزيادة نسبة الاكتتاب لصالح حملة الشهادات وتوسيع البنية التحتية لتستوعب الأعداد المتزايدة للتلاميذ في المراحل الابتدائية والثانوية، وتشديد الرقابة على مدارس التعليم الخاص لتساهم بشكل إيجابي في تنمية القطاع. وفي رده على التساؤلات التي طرحت في هذه الجلسة قال وزير التهذيب الوطني إن التعليم يعتبر المدخل الرئيسي لحل الإشكاليات الاجتماعية المحلية وعاملا أساسيا في بناء نهضة مستقبلية شاملة. وأكد السيد الوزير أن الاختلالات الجوهرية في المناهج والكوادر والبنية التحتية للقطاع تم التقلب على جزء معتبر منها طيلة السنوات الأخيرة. ولمواصلة هذه الجهود يضيف السيد الوزير لا بد من مواصلة السير على نهج الإصلاح وتكثيف الجهود في المستقبل. وفي مجال البنية التحتية ولا مركزية المنشآت التربوية على عموم التراب الوطني قال وزير التهذيب الوطني إن تأسيس مدارس جديدة لتكوين المعلمين في الولايات الداخلية يعد مرحلة مهمة من مراحل التحسن والتطور الذي تميز به القطاع في السنوات الأخيرة، واختتم بالقول إن الفترة القادمة ستكون حافلة بالبرامج والخطط والأنشطة الرامية إلى إحداث تحول نوعي في منظومتنا التربوية لتصبح أكثر استجابة لمتطلبات السوق. عقد وزيرنا لشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سلكول أحمد زيدبي في موسكو مؤتمرا صحفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، رد فيه على أسئلة تناولت استراتيجية بلادنا في المجال الأمني والقوة المشتركة لدول الخمس في الساحل والدور الذي تلعبه بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة السرية في المنطقة. تحدث السيد الوزير عن الفضاء الساحلي الذي تنتمي إليه موريتانيا بصفته من المناطق التي تتعرض لمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والهجرة السرية خاصة خلال العشرية الأخيرة، مما جعل بلادنا تضع على رأس أولوياتها توفير الأمن على المستوى الوطني والإقليمي. وفي هذا الإطار يؤكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بذلت موريتانيا جهودا معتبرة خلال السنوات الأخيرة لتزويد قواتنا المسلحة وقوة أمننا بالوسائل الذاتية التي مكنتها من مواجهة هذه الوضعية بتوفير الأمن ومواجهة خطر الإرهاب. أشاد وزير الخارجية الروسي خلال هذا المؤتمر الصحفي بالدبلوماسية الموريتانية وقال إن الاستفتاء الدستوري الأخير لا شك سيفتح آفاقا أرحب أمام بلادنا على طريق التنمية. وقعت موريتانيا والجزائر اليوم على اتفاق حول إنشاء نقطة عبور حدودية بين البلدين. أشرف على توقيع هذا الاتفاق وزير الداخلية واللامركزية رفقة نظيره الجزائري.
سيسمح المعبر الحدودي البري الرابط بين بلادنا والجزائر بتكثيف التبادلات التجارية وانسيابية السلع وتسهيل نقل الأشخاص وبعض الحركة الاقتصادية، هذا إضافة إلى كونه يشكل حاجزاً لرد أخطاء الجريمة المنظمة وتأمين الشريط الحدودي المشترك بين البلدين. حفل التوقيع على اتفاقية إنشاء المعبر الحدودي تميز بتبادل للخطب بين وزيرين للداخلية واللامركزية والوزير الجزائري للداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية. لقد بذلت بلادنا في السنوات الأخيرة جهودا جبارة في المجال الأمني بتوجيهات سامية من فخامة الرئيس السيد محمد بن عبد العزيز، حيث اعتمدت الحكومة تسييدا لهذه التوجيهات السامية استراتيجية أمنية متكاملة تمثلت في إعادة انتشار لقواتنا المسلحة وقوات أمننا وتجهيزها وتدريبها في نفس الوقت الذي تم فيه إصدار وثائق أمنية مدنية بيومترية غير قابلة للتزوير وتحديد واعتماد نقاط عبور إلزامية إلى التراب الوطني، تم تجهيزها بكل المعدات اللازمة لضبط حركة دخول إلى التراب الوطني والخروج منه والتحكم في الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجريمة العابرة للحدود. سيد الوزير، إن إقامة معبر بري بين بلدينا يدخل في إطار تعزيز هذه الاستراتيجية الأمنية لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على التعاون الأمني ومكافحة الهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من الظواهر والمسلكيات التي تهدد الأمن المشترك للبلدين وللمنطقة بصفة عامة. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري شدد من جانبه على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين المصالح المختلفة في البلدين في مجال التصدي لمختلف الجرائم العابرة للحدود، مثمنا هكذا اتفاق: بحكم وشائج الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين وتجسيدا لإرادة قائدي البلدين، فإننا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تمتين أواصر التعاون، لا سيما في ظل التحولات والتطورات الملاحقة التي تشهدها المنطقة. وعليه أغتنم هذه السانحة إلى الدعوة إلى مضاعفة الجهود لتنويع مجالات التعاون وتوسيعها بين وزارتي الداخلية في البلدين، تدعيما للتعاون الحدودي في إطار تصور شامل يغطي المسائل الأمنية وقضايا تنمية المنطقة الحدودية المشتركة، إذ أن لمنطقتنا الحدودية من خصائص اقتصادية وموارد طبيعية ما يؤهلها لدفع وتيرة التنمية واستحداث فرص عمل، لا سيما في مجالات الاستثمار والصناعة والفلاحة والسياحة وتحسين ظروف معيشة سكانها من خلال تكثيف جهود مختلف الفاعلين واستغلالهم الخلاق لهذه المؤهلات. ويأتي هذا الاتفاق ثمرة لسلسلة من المباحثات واللقاءات جمعت خبراء البلدين ومكنت من تحديد الميكانيزمات المادية والتقنية لإنشاء هذا المركز. بعد ذلك أدى الوزير الجزائري للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صحبة وزير الداخلية واللامركزية زيارة اطلاع إلى الوكالة الموريتانية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، وقد تابع الوزيران شروحا من طرف المدير العام للوكالة السيد أحمد البسيف. وشملت الزيارة قاعة الخوادم وقاعة الإنتاج والمركز الفني لإصدار الوثائق المؤمنة من بطاقات تعريف وجوازات السفر وبطاقات رمادية، إضافة إلى مركز مراقبة الجودة والتحكم. نظم قطاع شباب الرياضة اليوم في نواكشوط حفلا لتخليد اليوم الإفريقي للشباب. التظاهرة المنظمة تحت شعار الشباب الإفريقي والعائد الديمغرافية تضمنت عرضا حول الاستثمار في الشباب الإفريقي ومحاضرة حول ميثاق الشباب الإفريقي. تحت شعار الشباب الإفريقي والعائد الديمغرافي نظمت وزارة الشباب والرياضة حفلا لتخليد اليوم الإفريقي
الحفل شمل عروضا حول الاستثمار في مجال الشباب الإفريقي وآليات دعم حضوره ضمن العائد الديمغرافي بالقارة، إضافة إلى محاضرات حول ميثاق الشباب الإفريقي الذي تم اعتماده خلال الدورة العادية 17 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقد في بانجول بغامبيا في 2 يوليو 2006. يسعدني أن أشرف اليوم على افتتاح هذا الحفل البهيج الخاص بتخليد اليوم الإفريقي للشباب تحت شعار الشباب الإفريقي والعائد الديمغرافي. ويأتي تخليد بلادنا لهذا اليوم تجسيدا للإرادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز الهادف إلى دعم وتمكين هذه الشريحة وتحرير طاقات شبابنا من أجل الإسهام في بناء البلد وتبوئه للمكانة اللائقة به في مصاف الأمم الراقية. كما يأتي تخليد هذا اليوم متماشيا مع قرارات الاتحاد الإفريقي الذي اتخذ من الشباب والعائد الديمغرافي شعارا له هذه السنة. يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى إشاعة دور الشباب كعامل تغيير اجتماعي ونمو اقتصادي في مجتمعاتنا الإفريقية، وباعتبار البنية الديمغرافية لبلادنا التي تمتلك طاقة هائلة من الشباب، حيث يتضح أن إمكانية تحويل طاقة هؤلاء الشبان لا يستهان بها. المتحدثة باسم الشبكات الشبابية أم بنت حضيه أشادت بتخليد هذا اليوم وذلك بالتزامن في جميع دول القارة الإفريقية، الشيء الذي يبرهن حسب قولها على العناية الممنوحة للشباب باعتباره الطاقة الحية التي يعول عليها في بناء المجتمعات. إلى ولاية الحوض الغربي، حيث شهدت بلدية تيميز التابعة لمقاطعة كوبني تدشين مدرسة مكتملة الفصول تم إنجازها من طرف الوكالة الوطنية التضامن لمحاربة آثار الرق ومكافحة الفقر والدمش. تدخل هذه المنشآت التربوية الجديدة في إطار تحسين ولوج السكان إلى القرى في القرى والبلدات الداخلية إلى الخدمات الأساسية. الطريق إلى تعليم نوعي في تيميزين بدأ بتدشين أول منشأة تعليمية مستوفية الشروط والمعايير، بناية صفراء تمتد كقلعة من قلاع العلم على مساحة معتبرة يدلف إليها التلاميذ فرحين بما أنجزت لهم وكالة التضامن، حيث ولى عهد التعلم في العراء أو داخل بيوت من سعف وطين. مدرسة تيميزين تتوفر على كافة المعدات اللوجستية لتسهيل العملية التربوية. البلدية ما كانت تحلم بهذا الإنجاز اللي المواطنين فاصلين فيه، وشافوا في فترة قطعا إنها واضح إنها ذا النظام الواحد فيه واضح إن كانت ناس مهمشة سابق ذا النظام. قطعا المدرسة اللي هي احنا كنا فاصلين فيها وزينا حتى وشاكرين عليها باللي كان عنده المذاق اللي لا قال له، والحمد لله رانا شاكرين وطعنا قيمة. المدير العام لوكالة التضامن السيد حمدي المحجوب تفقد هذه المنشأة ففحص الشكل والتصميم والكفاءة في البناء والجودة في صناعة الطاولات المدرسية التي زودت بها وكالة التضامن مدرستها هذه. هذا الإنجاز داخل في صميم أهداف وكالة التضامن اللي أرسم لها رئيس الجمهورية عنها تهتم بصفة حقيقية بالفئات اللي مهمشة والفئات المحرومة والفقراء من هذا الشعب. هذه المدرسة اليوم أصبحت مدرستكم أنتم، ولا هي نتكلم مباشرة الرئيس مكتب أباء تلاميذ اللي نقوله وياك نقوله عن هذه المدرسة تحت مسؤولية اليوم أباء التلاميذ. هي الهدف منها هو أن يقرأوا أولاد موريتاني وبنات موريتاني، ولين تعودوا انتم ماكم ساهرين عن التركة يعودوا يقرأوا، وعن الطافلات يعودوا يقرأوا، لا تعود هي بلا قيمة. لين تعودوا مولي ماكم فاهمين عن يالة هذه المدرسة تعودوا انتم مسؤولين عن صيانتها، انتم آباء تلاميذ، وهي صيانتها بسيطة إلين تتنظموا كل ثلاثة وأربعة
عليهم نهار ولا عليهم اسبوع، لكن انتم اللي تعرفوا اللي تواسع اياك تتم ذي المدرسه صالحه، وياك يتعلموا اولادكم وملي عنهم يقراوا ورد ان شاء الله يشتغلوا في بلاد نظيفه وبلاد مصقول. والي ولايه الحوض الغربي اثنى على دور وكاله التضامن معربا عن امله في ان يعمل السكان على صيانه هذه المنشات ورعايتها. هذا الانجاز لمعدل الوكاله العامه للتضامن على انه يعبر عن مستوى عالي من الاهتمام بالسكان الريفيين من خلال طراز جيد من البناء، ما هو موجود قاع في نواكشوط، لان الشكل من البناء قل نظيره في الداخل في العواصم الحضريه. قرية تيميزين إذن باتت على أعتاب عهد جديد ينعم فيه التلاميذ بفصول فسيحة ترد الحر والقرة وتحفز الأسرة التربوية على المزيد من العطاء. اختتمت اليوم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية شغال ملتقى حفظ الأرشيف السمعي البصري المنظم من قبل مشروع تابع لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. أصدر المشاركون في هذا اللقاء جملة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في حفظ التراث السمعي البصري. اختتام الملتقى المنظم من طرف مشروع حفظ التراث السمعي البصري التابع لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تميز بقراءة التوصيات الختامية للملتقى، والتي أكد فيها المشاركون على ضرورة التكفل بحفظ الوثائق السمعية البصرية وتطبيق مختلف القوانين والقرارات التي تخص تثمين الأرشيف السمعي البصري وتكوين الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة وحفظ التراث السمعي البصري على مستوى المؤسسات الإعلامية العمومية في البلد، هذا إضافة إلى بناء قاعات مخصصة لحفظ هذا التراث الهام وإنشاء موقع إلكتروني يضم مختلف المواد السمعية البصرية المؤرشفة، وهي أمور أكدت وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على جدوائيتها لما لها من أهمية في حفظ التراث السمعي البصري الذي يعد ملكا لمختلف الأجيال تجب صيانته والمحافظة عليه. خلال يومين تدارستم دراسة ومدارسة العارفين والمجربين والممارسين إشكالية حفظ الأرشيف السمعي البصري بلادنا الذي تنص القوانين الوطنية ذات الصلة بإلزام الدولة باتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة لحفظه باعتباره ذاكرة وطنية، ذلك أن منه ما هو تراث وطني وملكية وطنية للأشجار القادمة كامل الحق في الاطلاع عليها والاعتزاز بها. وقد أتيح لي أن ألاحظ عن قرب من خلال مشاركتي ببعض ورشات وفرق العمل مستوى الرفيع المشاركين والمشاركات، وكذا مستوى الالتزام وحتى الروح النضالية الرامية إلى دفع أصحاب القرار إلى اتخاذ أنجع وأسرع الإجراءات من أجل الحفاظ على صيانة من أجل حفظ وصيانة الأرشيف السمعي البصري عموما والأرشيف السمعي البصري الموجود لدى كل من قناة الموريتانية وإذاعة موريتانيا خصوصا. وكان افتتاح الملتقى قد شهد تقديم عدة عروض تطرقت إلى الأساليب المتبعة في حفظ الأرشيف السمعي البصري في أهم المؤسسات الإعلامية في البلد كقناة الموريتانية وإذاعة موريتانيا. نظم اتحاد إعلاميات موريتانيا مساء أمس جمعيته العامة الثانية التي تم خلالها انتخاب رئيسة جديدة لهذا الاتحاد، ويحرص اتحاد إعلاميات موريتانيا على المشاركة الفعالة في تعزيز دور المرأة الإعلامية. تنظيم الجمعية العامة الثانية لاتحاد إعلاميات موريتانيا يأتي في إطار حرص الاتحاد على تجديد هيئات المكتب التنفيذي، سعين إلى إشراك كافة منتسبات الاتحاد في تعزيز دور المرأة في مجال الإعلام. قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ثمن الأنشطة التي قام بها الاتحاد والتي تمثلت في تكوين الصحفيات وتنظيم الندوات العلمية التي عالجت أكثر من مجال. كما تعلمون فإن قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني كوصي على تسيير العلاقة مع الإعلام وتنفيذ السياسات العمومية في مجال ترسيخ حرية التعبير يضع ضمن أولوياته تشجيع الهيئات والتجمعات الصحفية على احترام دورية اجتماعاتها وتجديد مكاتبها في الوقت المحدد وفق الأنظمة الداخلية لهذه الهيئات، وهو الأمر الذي يقوم به
اتحادكم اليوم اتحاد إعلاميات موريتانيا، وخلال هذه الجمعية العامة الثانية تم انتخاب الزميلة المنية منسيدي رئيسة جديدة للاتحاد، حيث شكرت المكتبة السابقة على ما قام به من جهود جبارة. إننا في المكتب التنفيذي الجديد على وعي تام بجزامة المهمة التي أنيطت بنا، التي ليس لها أن تنجح دون انصهار جهود كنا جميعا في عمل الاتحاد ومساهمة كل من كنا من جانبها في خدمة وإنجاز عمله، تجسيدا لأهدافنا المشتركة وامتثالا لمبادئنا القاضية بالعمل على تطوير مكانة الإعلامية الموريتانية. وكانت الرئيسة السابقة للاتحاد قد قدمت كلمة أبرزت فيها المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع. لقد تمكن اتحاد إعلاميات موريتانيا بفضل المولى عز وجل من تحقيق العديد من المكتسبات في إطار الأهداف التي تم تحديدها من قبل الجمعية التأسيسية التي انعقدت بتاريخ 6/7/2010. لقد عمل اتحاد إعلاميات موريتانيا مع انطلاقة القنوات والإذاعات الحرة بالتعاون مع اليونسكو على تكوين عشرات الصحفيات حتى يحجز للنساء مكانا على مختلف المنابر الإعلامية، يتمكن عبره من مخاطبة الرأي العام والمساهمة بفعالية في طرح مختلف القضايا. وقد أشرفت على فعاليات انتخاب المكتب الجديد للاتحاد رائدات في مجال الإعلام، وتميز عمل المكتب بإنشاء فروع له في الولايات الداخلية، إضافة إلى استحداد هيئة الإرشاد والمتابعة التي ترأسها الرئيسة السابقة للاتحاد الزميلة ميمة بنت محمد أحمد. مشاهدينا جديد الاقتصاد هذا المساء مع محمد البديدي. مساء الخير محمد. مساء النور زميلة القارية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى النشرة الاقتصادية والتي نبدأها بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. بدأ قطاع الإنشاءات وأسعار البيوت بالصين في الانتعاش بعد حالة ركود أصابتهما خلال 2014-2015، ما عمل على تعزيز استثمارات الشركات ودفع الطلب على الإنتاج من قطاع التصنيع الضخم في الصين. بتشجيع من بكين كانت 38% من جميع القروض المصرفية الصادرة خلال 12 شهرا المنتهية في آب أغسطس هي قروض عقارية وفقا للبيانات الرسمية واشترت. وكانت الحكومات المحلية قد اشترت 18% من جميع المساحات الأرضية السكنية المبيعة في العام الماضي كجزء من حملة لتوفير مساكن بأسعار معقولة. قد أثارت الاستثمارات مخاوف مختصي الاقتصاد والمستثمرين بسبب احتمال تضخم في سوق العقارات، مما يتسبب في إحداث ضرر هائل على سلامة الاقتصاد الصيني على المدى الطويل. ذكرت بيانات رسمية صينية أن استهلاك الطاقة في الصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى نما بوتيرة أسرع، حيث سجل استهلاك الطاقة المتجددة نموا مضطردا. وأشارت البيانات إلى أن هيكل الطاقة في الصين يواصل تحسنه وأن حصة الطاقة النظيفة آخذة في الازدياد. وأضاف باحثون صينيون أن جودة إمدادات الطاقة في البلاد تحسنت مع مضي البلاد قدما في خفض القدرة الإنتاجية الفائضة لصناعة الفحم، على الرغم من أن الفحم المستخدم في مواد البناء وتوليد الكهرباء وصناعة الفولاذ والمواد الكيميائية ما زال يشكل 85% من الاستهلاك الإجمالي للفحم بالبلاد خلال 9 أشهر الأولى. فيما يلي مشاهدينا الكرام نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. الكرام النشرة الاقتصادية انتهت، لكن النشرة الثامنة ما زالت متواصلة صحبة زميلتي الغالية من تامر شين التي تلتقونها بعد الفاصل بحول الله.
شكرا لك محمد. مشاهدينا، انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أعمال طاولة مستديرة منظمة من طرف رابطة عمد تجانت من أجل التنمية، مخصصة لنقاش استراتيجية تنموية مشتركة بين بلديات الولاية ووضع برنامج عملي لها. ويشارك في أعمال هذه الطاولة ممثلون عن قطاعات وزارية معنية بالتنمية فضلا عن بعض الشركات أو الشركاء في التنمية. يهدف لقاء عمد تجانت إلى دراسة وثيقتين تم إعدادهما لتشخيص الوضع التنموي ببلديات الولاية، ويحدد الأولويات التنموية التي تلامس اهتمامات الساكنة وتعود بالنفع المباشر على المواطنين. عملنا كبير فإن الله نحصل على الذي نهدف له هو تنمية هاي البلديات العشرة بولاية تجانت، لأن عدنا له تشخيص وعدنا رؤية واضحة للمدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد. بالنسبة لنا رسمنا طريقة اللي منها ما تحقق في الفترة اللي احنا موجودين، إن شاء الله تعالى سيتحقق في المستقبل. هذه الطاولة المستديرة الراوبة لنا دولة في التفاعل اللي عدت معنا درك إنها متبنيتها وننتظر منها الكثير، لكن تخلق فيها نقلة نوعية من قد التنمية المحلية بالنسبة للمواطنين تجانت. حفل افتتاح هذا اليوم المنظم من طرف رابطة عمد تجانت من أجل التنمية تميز بكلمة للمستشار القانوني لوزير الداخلية واللامركزية السيد سيدي محمد البيدي، أكد فيها أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء. وباسم رابطة العمد الموريتانيين أعرب رئيس هذه الرابطة السيد الشيخ الباية عن أمله في أن يكون هذا اليوم التشاوري فرصة لنقاش الأمور التنموية لبلديات تجانت، مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات في بلورة المشاكل المطروحة. رئيس رابطة عمد تجانت تحدث بدوره عن أهمية هذا اللقاء والمواضيع المثارة للنقاش في تحديد الأولويات التنموية لبلديات تجانت. تمكن الطاولة المستديرة الحالية بحول الله من تقديم النسخ الجديدة للخطة الاستراتيجية وخطط عملها ودمج مختلف الفاعلين والشركاء في العمل المقام به وتوطيد الإجماع والالتزام بشأنه وتحديد نوايا التمويل المحتملة مع رسم معالم المراحل القادمة للعمل وكذا آليات المتابعة الضرورية. وباسم التعاون الألماني أكد السيد أندريس سيشيوتير أن برنامج الحكام الرشيد للتعاون الألماني يعمل منذ 2015 على دعم رابطة عمد تجانت من أجل التنمية عبر تقديم المساعدة للمشاريع التنموية بالولاية، مشيرا إلى أن وجود رابطة للعمد بتجانت يشكل تشجيعا لدعم الشراكة بين التعاون الألماني وهذه البلديات. وخلال يوم كامل سيتم نقاش الأولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية المشتركة بين بلديات تجانت والبرنامج العمل المشترك. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام لأن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول موضوع الطاولة المستديرة حول تنمية ولاية تجانت. نظمت كلية الأداب والعلوم الإنسانية صباح اليوم بجامعة واكشوط العصرية ندوة دولية حول الطب التقليدي بمناسبة صدور ترجمة كتاب جمع المنافع في الطب القديم للطبيب محمد بيبة والسيد أحمد المقري العلوي، وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث حول الغرب الصحراوي بنواكشوط والمركز الوطني للبحث العلمي بباريزة. وقد أوضح نائب رئيس جامعة واكشوط العصرية المكلف الشؤون الأكاديمية والطلابية دكتور أمبو ساتانا جاغانا في كلمته أن هذا اللقاء العلمي يهدف إلى الوقوف على وضعية وتطور الطب التقليدي في البلاد والأفاق المستقبلية لإدماجه في المنظومة الصحية الحديثة، إضافة إلى تثمين الموروث الطبي التقليدي الذي كان موضع اهتمام كبير لدى الأسلاف. كما تخللت اللقاء مداخلات من الباحثين حول تقديم الكتاب المترجم والطب التقليدي الموريتاني. مشاهدينا، من المجال الصحي إلى جديد الملاعب، معك. شكرا غالية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار الرياضة بعد الفاصل.
حطت الدورة الخامسة للطواف الدولي لتضامن للدراجات النارية التي ينظمها النادي الملكي المغربي للدراجات النارية الرباط مساء أمس بالعاصمة المغربية، ووصل المشاركون في هذا الطواف الذي انطلق فتح نوفمبر الجاري من العاصمة الإيفوارية أبيدجان إلى نواكشوط رابع محطته قادمين من العاصمة السنغالية دكار، بعدما قطعوا مسافة 554 كيلومتر. عبد الحميد السالم واكب الطواف وأعد التقرير التالي عن وصوله إلى المحطة الموريتانية. بعدما قطعوا مسافة 554 كيلومترا، حط المشاركون في الدورة الخامسة لطواف التضامن الدولي أبيدجان مراكش الرحلة بالعاصمة نواكشوط المحطة الرابعة ضمن محطات هذا الطواف الذي انطلق فاتح نوفمبر الجاري من العاصمة الأفوارية باتجاه باماكو ومنها إلى داكار قبل الوصول إلى المحطة الموريتانية. كما كتعرفوا هذه الدورة الخامسة ديال هذا الطواف الدولي للدراجة النارية يعطينا واحد الصبغة إفريقية باش يكون واحد الربط ديال الأواصر ديال الأخوة والصداقة مع الدول الإفريقية الشقيقة. هاد الطواف الدولي كيعرف دائما فيه قوافل تضامنيه. هاد الدوره دي كتعرف مشاركات عدة دول اجنبيه من امريكا ومن اوروبا ومن الدول الشقيقه العربيه، عندها تقريبا 90 مشارك اللي كتشارك في الدوره هذه، وان شاء الله الرحمن الرحيم غدا ان شاء الله غتكون انطلاقه ان شاء الله للمرحله الخامسه لاتجاه المغرب. والله كنغتنم هذه الفرصه هذه باش نشكروا الرئاسه ديال الجمهوريه الموريتانيه الاسلاميه والسلطات المختلفه خصوصا في الناس ديال الجمارك والامن والحرس الوطني اللي زعما سهلوا الاموريه بزاف واللي سهروا على السلامه ديالنا حتى وصلنا. فكنحسوا باننا حنا في بلادنا ماشي في بلد ثاني، فكنشكرهم بزاف على التعاون ديالهم. الطواف الذي ينظم للمرة الأولى بإفريقيا بعد 4 دورات ماضية استضافتها دول أوروبية وأمريكية شهد مشاركة 89 دراجا من 11 جنسية عربية وأوروبية وأمريكية من بينهم 17 سيدة، سيقطعون مسافة 6000 كيلومتر تنتهي في 13 من الشهر الجاري عند نقطة الوصول بمدينة مراكش المغربية. الحمد لله وصلنا بأمان، كل شيء مزيان. درنا قطع، جينا من السنغال قطعنا في روسو وشدينا الطريق جينا وصلنا شوي معطلين، ولكن الحمد لله كل شيء وصل في أمان الله، كل شيء مزيان، كل شيء نشط، كل شيء في أمان الله. جميع المراحل اللي دزنا منها كانت مزيانة وممتازة، وكانت تجربة فريدة من نوعها، عشنا بها أجواء أخوة، تلاقينا مع شعوب الشعب الإيفواري المالي السينيغالي، وأخيرا في هذا اليوم جينا لموريتانيا لقينا الناس ديالها أخوة، كبحال كتحس براسك كبحال راك في بلاد، كتشوف ناس شعبويين كيرحبوا بيك كيعتبروك بحال خوك، كتسولهم على الحاجة كيجاوبوك والحمد لله. على هامش هذا الطواف يقوم النادي الملكي للدراجات النارية منظم الطواف بعدة أنشطة تضامنية تتمثل في توزيع لوازم مدرسية متنوعة. فاز المنتخب الوطني للشباب أقل من 20 عاما مساء اليوم على حساب نادي ديومبار السنغالي، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المرابطون الشباب حاليا بالسنغال تحت قيادة المدرب الماري بايبا استعدادا لتصفية بطولة إفريقيا للشباب المقبلة. وسيلتقي المنتخب الوطني نظيره المغربي الذي يقيم بدوره معسكرا تحضيريا في نفس المركز السنغالي بمدينة بورس السنغالية مساء الأحد المقبل خلال المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني ضمن المعسكر التحضيري. وفي شأن المتصل يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم محليين خلال معسكره التحضيري الذي يقيمه هذه الأيام بالمغرب نظيره المغربي أسود الأطلس وديا، وذلك في العاشر من الشهر الجاري. وتطمح الجماهير الوطنية إلى تحقيق المنتخب الوطني للفوز على نظيره المغربي خلال المواجهة المقبلة حتى يؤكد جاهزيته لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالملاعب المغربية مطلع العام المقبل. نهاية أخبار الرياضة بعد الفاصل، تتقون الغالي متامرشين.
شكرا لك محمد طلحة. مشاهدينا ختاما للنشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يستقبل في لقائين منفصلين المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للساحل ووزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري. خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، وزير التهذيب الوطني يرد على سؤال شفهي حول واقع المنظومة التعليمية في البلد والإجراءات المتخذة للنهوض بها. موريتانيا والجزائر توقعان على اتفاق حول إنشاء نقطة عبور حدودية بين البلدين. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة. بعد قليل تلتقون أحمد والشريف المختار وحلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. أنا أعود فألتقيكم بإذن الله في نشرة منتصف الليل. إلى ذلك الحين في أمان الله. الرياضة هي الصحة، وبالتالي تحكم على ياسم الأمور اللي ما هي ضرورية كالمخدرات وتصلح الأجسام. الرياضة هي أحسن شيء. بس واتساب من يومين إلى ست أيام من دون كونكسيون واتسابك تمام واتساب مع أهل الدشرة والأخيام بس واتساب بس واتساب حصر الموريتيل أكتيفي بس واتساب وعجل شاتي ومشي فوكالات للكل بس واتساب. تمتعوا بالواتساب بدون اشتراك بالإنترنت حصرياً عند موريتيل. باس واتساب لموريتيل متاح بثلاث صيغ: باس يومين بمئتين أوقية، باس أربعة أيام بثلاثمائة أوقية، باس ستة أيام بخمسمائة أوقية. لتفعيل باس واتساب اضغطوا نجمة 123 نجمة رمز التعبئة نجمة 5 مربع. باس واتساب. موريتيل عالم جديد بين يديك.